اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده سمك، وخليها سمك النهارده، وبنعيد الحلقه باذن الله تعالى يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره عشان حضراتكم بتحبوا تاكلوا اكله سمك يوم الجمعه. النهارده مع بعض السمك بتاعنا غير تقليدي، واحنا عارفين طبعا الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير ان شاء الله. يوم السبت هيبقى طبعا معانا بنيو كامل ومعانا مفاجآت كالعاده على شاشه القناه الاولى. النهارده حابب طبعا ان احنا نعمل اكله سمك حلوه كده. عدينا سمكه قاروص، عايز اعملها بالشمر، مشويه لطيفه وحلوه، ويبقى الشمر هو مسيطر على الانسجه بتاعه السمكه. هنشوف هنخليها مع بعض ازاي ونشويها ونشيل الراس والزعانف، نستفيد بيهم مع شويه شوربه، لان عندي شوربه جميله النهارده، شوربه بلح البحر. بلح البحر ده في السوق انواع، في جندفلي، في عرايس، في بلح البحر. انا جايب بلح بحر النهارده، شكله لطيف وحلو. ده انا بحب قطعه اللحمه اللي جوه دي، ممكن ندخله مع طبق مكرونه يبقى لطيف. انا هعملها شوربه النهارده مع الكرفس والكريمه اللباني، الاطفال هيحبوها. معانا كاليماري النهارده، هعملها سلطه، سلطه الكاليماري بزيت الزيتون مع فلفل الوان كده لطيفه وحلوه، والكاليماري ازاي تستوي وتخش على طبق السلطه. عدل الأكلة دي يا عم الشيف شوية عصير حلوين، عصير الليمون بالنعناع، ممكن كوباية شاي في الخمسينة، ولكن لازم يكون معايا طبق رز على السفرة. الرز النهاردة مش رز صيادية، رز بالشبت والطماطم، حاجة لطيفة جميلة. وإحنا عارفين الرز المصري لما بندعمه بشبت بطماطم ببصلة حلوة بيبقى له طعم مميز جدا، وخاصة مع أكلة سمك. تفاصيل كتير في الحلقة بتاعتي، معلومة غير معلومة، بما إن أكلة السمك أكلة أساسية عندنا، ممكن ناكلها مرة في الأسبوع في المناسبات، بنصرف عليها بس خلينا نستغل الفرصة ونعملها بتكنيك عالي وخبرة طهوية. هنروح فاصل صغير، أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا خط سير الحلقة ازاي اشتريت من حلقة السمك شوية سمك حلوين زي دول، سمك كاية، شوية كاليماري، شوية بلح البحر. لازم تعملوا سفرة حلوة، لان هنقول السمك غالي، لا مش غالي ولا حاجة، جاب ان هو قيمته الغذائية عالية جدا في المناسبات، بيستر السفرة بدل الديك الرومي، بدل فخدة ضاني، الحاجات اللي احنا عارفينها دي. معايا سمكة القاروص هعملها النهاردة بالشمر، هي سليمة زي الفل. تعالوا نشوف ازاي هنتعامل معاها، ربنا كرمنا واصطدناها اشتريناها زي ما احنا عايزين. المقادير على الشاشة، سمكية كبيرة وزنها تقريبا 4 كيلو او 3 كيلو ونص. معانا شمر اللي هو الجميل الحلو ده كده، عامل زي الكرات الافرنجي حلو، بناخد الرز بتاعته ده كده اهو. معانا بصل، معانا ثوم، زيت زيتون، شويه بهارات وشمر ناعم كمان، ملح وفلفل وفلفله حلوه لطيفه زي الفل. ده البساطه. تعالوا نشوف هنشويها ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه باخد تشكيله الخضار اللي معايا دي كده، احطها في طاسه على النار. حلو الكلام. معانا البلح البحر ده حلو قوي على فكره، هعمله شوربه النهارده. حلو، احط شويه زيت زيتون في الحله دي كده. ودايما لما تخش مطبخ بتاعك وانت بتعملي اكله سمك، خليكي زي الشيف المغازي كده، جنبك شويه ميه بيغلوا على النار، معانا صوص طماطم، الحاجات الحلوه دي. نستاذن مخرجنا الجميل فاروق صباح الفل، ميه بتغلى على النار لازم تكون عندك، طماطم متسبكه، الاواني بتاعتك مغسوله وجاهزه ونظيفه علشان ما توقفيش في المطبخ كتير، ده مهم جدا على فكره. بناخد الكرات ده كده، هتقولي لي ده مش موجود عند الفكهاني؟ لا موجود، مش موجود، استخدمي بداله بصل اخضر. بس ده طعمه حلو قوي على فكره، وقيمته الغذائيه عاليه جدا، وخاصه ان هو بيخلص الجسم من الكوليسترول الزايد والدهون، وبنشط الدوره الدمويه، الحاجات دي حلوه قوي على فكره. زيه زي الجنزبيل، زي البصل الاخضر، الحاجات دي كلها. ده كرفس، ده قصدي كرات اهو بالشكل ده كده. نقطع شويه دول كده مع بعض، حلو قوي. معانا كمان يا عم الشيف بصلايه حلوه، زيت الزيتون على النار جاهز. هنزل بالحاجات دي كلها مع شويه ثوم زي الفل، اللهم صل على النبي. حلو قوي، ده هنحشي بيه السمكه على فكره. هناخد الفلفل الالوان ده بسكتنا، نشيله كده اهو، ما يترميش ده زي ما هو كده اهو، قطع كده برضو بينزل معاهم. حلو، الحاجات دي مهمه جدا اهو زي الفل. شويه ثوم حلوين، فين الثوم يا عم الشيف اهو؟
بهاراتك ايه يا عم الشيف؟ معانا كرفس، نحط شويه كرفس حلوين، ممكن تحط مكعب زبده حلو كده يديها طعم، نحط شويه شبت حلوين، شويه شمر، شمر ناعم الحلو ده مفيد جدا ومهم جدا في السي فود، فلفله حلوه. دي الخلطه اللي انا هحشي بيها السمكه بتاعتي. بتسويها ليه يا عم الشيف؟ الطبيعي لازم اسويها لان نسبه التسويه للخلطه دي او للكرات والشمر اكبر بكتير من تسويه الفيليه. نقلبهم مع بعض. انا عايزك لما تشتري شويه سمك من حلقه السمك او من السوق يعني تتفنني في عمايلهم، لان السمك ما بياخدش وقت كبير في المطبخ، ما بياخدش مجهود كبير، ممكن مجهود كبير في تنظيفه، هتنضفيه وتجيبيه جاهز مفيش مشكله، ولكن مهم جدا انك تهتمي في انك تتفنني تعمليها ازاي بطريقه جديده غير الجو اللي احنا عارفينه، الرده والسنجاري. معايا ميه بتغلي على النار زي الفل، باخد بتاع نص كوبايه ميه كده اهي. العب يا سمك. حلو، واسيبهم على النار. نخش على السمكه الحلوه بتاعتي، نشوف هنتعامل معاها ازاي. سكينتنا حاميه زي الفل، اللهم صل على النبي. اهي سمكايه، باخد الراس بتاعتنا دي كده بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، واحطها هنا في الشوربه دي كده. شوف انا شغال ازاي. انا عايز شويه شوربه حلوين، الشوربه اللي انا بحطها هنا هستفيد بيها بحاجات كتيره. ايه هي يا عم الشيف؟ هعمل شوربه الجندفلي اللي معايا او بلح البحر، وهعمل الرز بتاعي. شفت الحاجات دي مش لهاش عوزه يعني. في قلب الشوربه او في قلب الميه. حلوه، وناخد الديل ده كمان. خلي بالك السمكه بتحتاج شويه مجهود زي الفل. تمام، بقى السمكه هنا عندي زي الفل اهيت بالشكل ده كده. هخليها زي ما حضراتكم، بس خلوني طبعا ازود اللي هو الايه الشوربه كده. معانا عود شبت حلوين، عايز شويه شوربه حلوين انا على فكره. للرز، شوربه البلح البحر اللي هعملها دلوقتي، عود كرفس في قلب الميه كده. واسيبهم يغلوا على النار. حلو، نيجي للسمكه بتاعتنا الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. اول حاجه نعملها كده، واخد الفيليه ده كده. طبعا بتشيل الصدف دي اول حاجه، اللي هو القشره بتاعتنا. اللهم صل على النبي. مش عايز فيها شوك خالص ولا عايز فيها عظم. سكينتك تكون حاميه، السمكه لما تيجي تاخدي الفيليه منها لازم تكون السكينه بتاعتك حاميه. ليه يا عم الشيف؟ عشان الانسجه بتاعت السمك ما بتستحملش. اللهم صل على النبي. دي واحده. ناخد التانية ازاي؟ نفس الطريقة. شيل دي من هنا كده معلش. بس انا نصيحة مني، لما تجيبي سمكة زي ديت استعملها وتعاملي انت معاها في البيت، مش لازم توديها لحالة السمك يعملوها لك. ليه يا شيف؟ انت ضامنة النظافة، سكينتك نظيفة وزي الفل، البلانشة نظيفة، ولكن لو انت مش قادره تعمليها خلي الراجل بتاع السمك ينضفها لك او بتاع الحلقه، مفيش اي مشكله. انا باخد الشريحه دي كده، وعلى فكره لو عدد افراد الاسره قليل يعني ممكن نستخدم واحده ونشيل النص التاني في التلاجه ليوم تاني، مفيش مشكله، نازم حد من حبايبنا ونتعامل معاها عادي. ممكن نعملها كفته، ممكن نعملها مشويه. اللهم صل على النبي. هنا كمان. طب العظم ده يا شيف زي ما هو كده اهو، بكسره، ده مهم جدا، وفي قلب الميه زي ما هي كده اهي اهي. بس خلصنا من السمك. شويه الشوربه دول بقى عندي الامانه يعني احلى من السمكه، شويه الشوربه دول اهم من السمكه، شويه الشوربه دول هطلع بهم حاجات كتير قوي. اعمل شوربه سي فود ماشي، اعمل دلوقتي الرز اللي هعمله واقدمه مع اكله السمك ماشي، اعمل شوربه الجندفلي ماشي او بلح البحر ماشي. شايفين الخير ده؟
الدهون بقى بتاعت السمكه والشرب لونها ابيض ازاي وحلوه، ايه الجمال والحلاوه دي. عايزه شويه كابوريا وشويه جمبري وشويه فيليه ونعمل احلى شوربه سي فود من الخلطه دي. طيب ما اشتغلناش، نخليها تغلى على النار ونصفيها ونشيل الميه دي في التلاجة. طب مش هنشتغل سمك الاسبوع ده مع عزومين ومقضيناها عزومات، ناخد الميه دي نحطها في اكياس بلاستيكيه ونخزنها في الفريزر بدل ما تشتري الحاجات اللي بتدي طعم ملهاش اي عوزه ولا اي لازمه. الحاجات دي مهمه جدا اللي بقولها من خلال الحلقه بتاعتي. حلو الكلام؟ اه. ازاي بقى على النار تغلي؟ يتعامل مع السمكه ايه الاخبار؟ لسه ما خلصتش، خدها زي ما هي كده. اه اللهم صل على النبي. اه هعمل ايه بقى؟ خلطه لطيفه كده حلوه مش شمر. اه ده شمر، واجيب بوله صغيره كده، ده شمر ناعم، بحط عليه شويه كمون، سوري شويه ثوم، معلقه مستردة صغيره، حلو قوي، الملح والفلفل بتاعنا، عشان هاخد الخلطه الحلوه دي كده امشيها على لحم السمكه علشان لو في زفاره في اي مشكله قبل ما ادخل عليها الخلطه اللي انا حاططها في قلب الطاسه بتستوي. واقلب الخليط ده كده اهو، شمر، ما حطيتش كمون، ما حطيتش كزبره، خلي بالك الاكله دي بريئه من الكمون والكزبره. اهو واخد كده اهو. ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف. هنا الانسجه بتاعت السمكه شربانه من الخلطه دي، اساسي فيها الشمر الناعم، وعامل كشنه الخلطه اللي احنا بنسويها على النار اهيت، مخرجنا الجميل هيجيبها لنا، اللي هي في قلب الحله، عباره عن فلفل الوان، عباره عن بصل، عباره عن شمر، زي الفل. زي ما هي كده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي، زي ما هي كده اه. واحطها هنا كده. زي ما هي كده احطها هنا كده اه. حله صغيره معلش. واحط عليها شويه زيت زيتون. وادخلها الفرن كده. اللي عنده سمكه كبيره بالوزن اللي كنا شايفينه مع بعض من شويه اهو، اللهم صل على النبي، هنسيب السمكه وناكل الخلطه اللي تحت منها بعد ما ندخلها الفرن لمده تقريبا 20 دقيقه. درجه حراره الفرن كام يا مغازي؟ 180 درجه، فرن عاليه بالشكل ده كده زي الفل. هاخدها وادخلها الفرن. معانا التفاصيل؟ معانا التفاصيل اهي، زي ما هي كده اهي. معانا اتصال مين؟ اهي 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 اهي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. فين السمكه؟ اهي سمكه عايزه تقريبا من الطايم من 20 ل 25 دقيقه هتطلع سمكه. نسيب السمكه وناكل الخلطه اللي نازله بالجوسي والصلصه. تعالى بتعمل ايه يا شيف؟ النظافه هي عنوان مطبخك، اكتبيها على باب الثلاجه. اسمعي كلامي والله العظيم، حماتك هتتبسط منك، مامتك هتتبسط منك. ايه المشكله لما تطوري من المطبخ؟ اكتبي كده العنوان اللي انا بقول عليه ده، النظافة هي عنوان المطبخ. المطبخ مفتاح السعادة الزوجية، ما بال العائلية كمان. خلي بالك الحاجات اللي بقولها دي والله العظيم خبرة السنين بنقدمها لحضراتكم. النظافة هي عنوان مطبخك، المطبخ مفتاح السعادة الزوجية والعائلية. نطلع فاصل ولا نكمل يا رجالة؟ أنا عايز أعمل شوربة الجندوفلي دي أسهل من عمال الشاي. نطلع فاصل ولا نعمل؟ نطلع فاصل. طب هنطلع فاصل صغير ونسمع كلام الكبير. اه تروح وبعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، علشان احنا في تركيه هنا لعمل شوربه الجندوفلي، بلح البحر، العرايس، الحاجات اللي احنا ممكن نلاقيها في حلقه السمك بس مش متواجده دايما. عايز نعملها طبق شوربه. انا بعملها بالكريمه ليه؟ بعملها للكريمه علشان الكريمه لما تاخد الكرفس والتومه وتخش جوه النغشيش بتاعه الكفر او الصدفه دي كده تنعش هنا كده جوه حته اللحميه ديت، اول ما اكلها تبقى طريه ولطيفه. هو ده اضافه الكريمه هنا. طب ما عندكيش كريمه؟ معلقه نشا بشويه حليب وخلص الكلام. حلو، في بدايل يعني. يعني اذا ما لقيناش كريمه ما نعملش الاكله؟ لا خالص، ما وقفش الكلام لغايه هنا. ممكن معلقه نشا مع شويه حليب هتأدي نفس الغرض. هنبدا بايه دلوقتي يا عم الشيف؟ بشوربه بلح البحر. المقادير على الشاشه، بلح البحر
ممكن يكون عرايس، ممكن يكون جندفلي زي ما اللي موجود في الحلقة، معانا كرفس ومعانا التوم ومعانا بصلية ناعمة وكريمة لباني. تعالوا نعملها مع بعض سريعا كده عشان نخليها على جنب ونخش على اللي بعده، لأن معايا شوية رز عايز أعملهم حلوين كده هتشوفهم مع بعض، وربنا كرمنا الحمد لله النهاردة وقت الحلقة يكفينا نعمل كل حاجة نفسنا فيها. طيب نحط بصلية كده حلوة اهي، اللهم صل على النبي، فصل توم حلو، شيل دي من هنا. ما تستنيش على البصلايه لما تاخد لون، خلي بالك عشان ما تمررش الايه بلح البحر. اهو زي ما هو كده اهو. اه ايه الاخبار اهو، مكعب زبده صغير. السمكه، السمكه في النار. حلو، مكعب زبده حلو كده، والمكعب الزبده بيسيح، ننزل ببلح البحر بتاعنا يا ويلي. اهو في قلب الحله. اه الصوت ده يجوع. اه والله الصوت ده يجوع. تعالوا شوفوا التركيه بتاعت المغازل، فاكرين ولا نسينا الحله اللي كانت معانا من شويه على النار؟ خدت راس السمكه وزعانف السمكه وديل السمكه وبطن السمكه مع كرفس، وشايفين لون الشوربه لونها ابيض ازاي؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ اهو 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 اهو. بعمل ايه بقى؟ خلي بالك عشان ما يجيلكيش مثلا ايه شوكه في قلب الايه. اهو 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 اهو. عينيا الشوربه اهي. الله 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 الله. ناخدها نحطها على النار تاني. اللي انت عملته ده يا شيف، اللي انت عملته ده خبره طويه عاليه جدا. اهو الله، هي الشوربه لوحدها تتشرب. اه خلصت. تاخد غلوه، بس غلوه، انزل بحاجتين، كريمه اللباني والكرفس بتاعنا الحلو البلدي ده كده مفروم عندي جاهز، ونكونوا مجهزين طبق التقديم مباشره اهو علشان نخلص منها ونخش على اللي بعده. اه الله، اه زي الفل. ايه الاخبار؟ ادي الكرفس بتاعنا وادي الكريمه اللباني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ونقلبها كده. اه بهاراتك ايه يا عم الشيف؟ شويه ملح وشويه فلفل، بلاش كمون، بلاش كزبره، خلي بالك الأكلة دي بريئة من الكمون والكزبرة زي ما عملت كده دلوقتي. ملح وفلفل، شوية الملح وشوية الفلفل بس خلاص. ونقلبها تقلبة كويسة عشان الملح والفلفل ما يسكنش جوه واحدة بس من البلح البحر ده كده، بتحصل كده فوازير والواحد قاعد بياكل بيلاقي واحدة فيها كوم فلفل وكوم ملح وبقية الشوربة ملهاش طعم، فلازم تتقلب كويس كده بعناية شديدة جدا. ناخد الشوربة دي نقدمها ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. صور يا استاذنا، ايه الجمال والحاله ده؟ ايه يلا، بصلايه ناعمه، زيت زيتون، رز مصري اتغسل اتصفى نعم يا غالي. يلا شوف المقادير، رز اه زي الفل، نشيل ده من هنا نوسع لنفسنا كده، ناخد الحبتين الكاليماري الحلوين دول نخليهم على جنب ونشيل البلانشه دي. اللهم صل على النبي. اهو عايز اعمل سلطه الكاليماري من الكاليماري ده كده، هنشوفها دلوقتي مع حضراتكم. بيخشها فلفل الوان، ونشيل كل حاجه من هنا بقى. اهو يلا الرز بتاعي جاهز، بفلفله كده مع البصله مع مكعب زبده كمان زي الفل. معانا الشبت اهو، ده الرز بالشبت الحلو ده كده، ومعانا طماطم. هناخد الشبت ده نفرمه دلوقتي بالسكينه. اللهم صل على النبي. طب العطار او الفكهاني او بتاع الخضار عنده شبت من ده يا شيف؟ موجود، انا لقيته جبته. ما لقيتيش ده جيب الصغير نفس الطعم. قطعيه كده، ده مع الرز ما اقولكيش، بس شبت بس، ما تحطيش بقى خضره تانية عشان ما تقلبش ليه لرز محشي، خلي بالك. شبت مع طماطم وبس. زي الفل. والشبت على فكرة مفيد جدا، بيعطر المعدة، قيمته الغذائية عالية جدا. اه معانا طماطم، طماطم اه. اللهم صل على النبي، زي الفل. نقلب كل ده مع بعضه. اه خلص الايه الرز. اه احلى من الرز الصيادية، نجرب ونشوف. اه شايف الجو ده كده. اه ايه اللي انت عملته ده يا شيف تاني؟ فاكريه الحلة اللي حطيت فيها راس السمكة وديل السمكة وخياشيم السمكة وكل زعانف السمكة بالشكل ده كده؟ اهي انا بستفيد، هو ده المطبخ. اه اخليها على جنب تاني.
وازودها شويه ميه لان عايز الميه بتاعتها. عندك ميه بتغلي حطي فيها ميه. لسه تديني كمان على فكره. دي المفروض تغلي على النار لمده ساعه. خلي بالك دي طالما عندك في المطبخ مطبخك مميز. خليها تغلي كده بالمصفه الحلوه اللي معانا دي كده. ونشوف الرز اخباره ايه، نظبط ميته لان في خضره وفي طماطم فهنا نسبه الميه قليله. بس اشوفه بيغلي باثر عليه الميه على طول. الله، هتسيبي السمك وتسيبي الجندفلي وتاكلي الرز ده كده لانه في سمك، في شوربه السمكه. يلا نقلبه بس كده. والمثل الشعبي يقول لك ايه يا عم الشيف؟ اتقل على الرز لما يستوي، خاصة لو رز ايه؟ مخدوم عليه ومتوسع عليه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ الرز على النار، احنا مقصرين عليه النار، بصيت على السمكه بتاعتي، احتاجت شويه شوربه من الشوربه اللي موجوده على النار، خدت بكوبايه الشاي كده نص كوبايه وحطيتها في ارضيه الصينيه علشان تبدا ان هي تديني بخار والسمكه تستوي. نبص على مخرجنا الجميل الله يوفقك. السمكه ايه الجمال والحلاوه دي؟ سمكه عايمه مع الشمر الاخضر والشمر المطحون الناعم، مكعب زبده. طبعا الانسجه بتاعت السمكه واخده نفس الطعم في قلب الفرن. تعمل ايه يا عم الشيف؟ بساوي الكاليماريا. الكاليماريا قطعتها، نشوف مقادير الكاليماري اخواننا حبايبنا، مقادير الكاليماري على الشاشه. مقادير الكاليماري اللي بسويها بشوربه السمك اتعمل سلطه. ده المطبخ. فاكرين الحله اللي فيها الزعانف وديل السمكه وراس السمكه وكل حاجات السمكه حطيتها؟ الميه بتاعتها بيضه معايا. عملت صينيه بطاطس بالسمك ماشي او سمك بالبطاطس ماشي. عملت شوربه سي فود موجوده معايا. شويه بهارات حلوين كده على الكاليماري خلاها تستوي زي الفل. ونجهز طبق التقديم للسمكه بتاعتي اللي هطلعها من الفرن دلوقتي نبص عليها. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ دي مكانك، تبقى في قمه السفره هنا. اللهم صل على النبي. يا ويلي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ سمكه دي كان طبعا شكلها الاول يخوف، يمكن الراس بتاعتها بالنغشيش بتاعتها استوت. هنشوفها دلوقتي. ناخد فص كده، بص عليه كده، بص بص كده، تفاصيل تفاصيل فرسان التلفزيون المصري. ما ينفعش طبعا اكل على الهواء. مستويه وزي الفل. هغرفها لحضراتكم دلوقتي حالا. ادي السرفيس بتاعي الحلو ده كده، برضو لازم تهتم بالشكل، يكون عندك سرفيس حلوه كده. ونغرف السمكه بتاعتنا على الكاليماري بتستوي معانا. كاليماريا بتستوي مهمه. الكاليماريا دي يا عم الشيف هنعملها سلطه. اللهم صل على النبي. حط هنا كده، شوف الخضره بتاعتنا الحلوه. فاكرين الخضره دي اللي انا كنت مقطعها من الاول خالص؟ بعض يعني لو عايزه بقى تجودي برضو عندك شويه جمبري لحم حطيهم. انا بحب الحاجات دي على فكره. البيون والشوربه اللي نازله دي مهمه جدا على فكره. دي من شوربة السمك وشوربة الخضرة اللي أنا مقطعها. ناخد تاني معلش، نغرف دي كده. اللهم صل على النبي. يا نعم، كل الأكلات اللي بتحلموا بيها، لا تفكري ولا تحتاري، معاك الشيف المغازي هتختاري. ايه الجمال ده يا شيف؟ نعم يا فندم. ما اقولكش. ممكن بقى نعمل معاها ايه بقى يا شيف؟ السمكه دي تحب تاكل معاها ايه؟ سؤال لطيف قوي.
للامانه يعني شويه سباكيتي حلوين كده بالسي فود. العب يا سمك. والشوربه بتاعه السي فود من شوربه السمكه، والسباكيتي تتعمل من شوربه السمكه اللي انا حطيتها على النار. فاكرين؟ خلاص فاكرين؟ ها ابطل اقول فاكرين. ايوه، لان عجبني الموضوع بجد. السمكه كده مش محتاجه اي حاجه. وعامل شوربه بلح البحر، وعامل شويه رز تسلم ايدك يا مغازي بالطماطم والشمر او بالشبت. شايفين الرزة؟ ايه رز المصري الجميل حلو ده. الله. سفرة كاملة مكملة فيها كل حاجة، سي فود، كربوهيدرات، نشويات، وغير تقليدية. سمكة العروس دايما نعملها بالبطاطس، انا بحبها تعمل سنجاري، تعمل مشوي، تعمل مقلي زي الفل. تمام، الرز كمان خلص، عود رزماري حلو كده يزين السفرة بتاعتي بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. نخش على السلطة بتاعتنا. أخبار الكاليماري إيه؟ ده المطبخ. واقف على النار، إيه الدرج واحدة شغالة. الكاليماري جاهز أهوت، أعمله سلطة دلوقتي حالا. بجيب بولة حلوة زي دي كده، واخد الكاليماري الحلوة دي كده، وانزل طبعا عليها بالخلطة الحلوة، زيت زيتون، مستردة، كاليماري تتاكل باردة. سلطة لطيفة، الطلاينة كمان بيحطها في البيتزا. دي مع فلفلة ملونة، مع شوية زيت زيتون، عصير ليمون، شوية جرجير يا ويلي. ده معانا اهو. نعم، الكاليماري دسم ما فيهوش اي دسامه. ده الكاليماري والسبيت بريء من الدسامه. معايا قرن فلفل حار، معايا فلفله ملونه. انا حبيت اخلي السلطه في الاخر ليه؟ بمزاج بقى، دايما ست البيت والام وفي العزومة ألاقي اهتمام بطبق السلطة، أقول الست دي بتحب الضيوف، بتحب تقف في المطبخ، الحاجات ديت. ليه يا شيف؟ لأن طبق السلطة لوحة فنية، بتبقى فرصة لكل أم، لكل ست بيت تطلع الخبرة بتاعتها وفرصتها وحبها للمطبخ. ده تقديري له وتعبيري له يعني. ده جرجير أهو، جرجير مع كاليماري ما أقولكش. تقطع كده طبعا، لازم الكاليماري يبرد شوية. السلطة دي جميلة جدا على فكرة، الناس اللي بتعمل هيلسي، بتعمل دايت، بتعمل رجيم، مش عايزين يخش بقى على الزبدة اللي أنا حطيتها في الرز، ولا على الزبدة اللي على السمكة الحلوة دي، ولا على الزبدة اللي أنا حطيتها مع شوربة بلح البحر، يخش على الطبق السلطة ده ويسيب السمك ده للي عايز ياكل سمك. وفي أحلى من كده؟ من خلال شاشة التلفزيون المصري، تلفزيون البلد، بنبلغ التهاني اللي قاعد في محافظة تانية واللي قاعد في بلد تانية. من خلال القناة الأولى بنبدأ نوصل صوتنا وتهنئتنا لكل حبايبنا. بس طبعا رمضان جاي بيلم الحبايب. كل الدنيا تقول لك أنا هنزل أقضي شهر رمضان في مصر. الأجانب والعرب والمصريين المغتربين، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ بصلاية ناعمة، فص توم ناعم، السلطة دي أنا بحبها على فكرة، معلقة مستردة، لسه ما خلصتش، عصير ليمون، شيل ده من هنا. اللهم صل على النبي. عصير ليمون، العب. يا سمك. شوية مايونيز، عندنا الخير كله الحمد لله. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ونقلب كل ده مع بعضه. اوعى تحط ملح. ليه؟ لأن احنا حاطين ملح مع سلق الكاليماري، خلي بالك. نعم، ممكن يقولوا لي في الكنترول ينفع نعملها بالجمبري. بالجمبري اللحم تبقى لطيفة، مش بالجامبو، جمبري لحم كده ومكان الكاليماري يخش. وممكن بالسبيت بدل الكاليماري. ايه الفرق بين الكاليماري والسبيت يا مغازي؟ الاتنين واحد، والاتنين طعم واحد، والاتنين لون واحد، بس الاتنين مش شكل واحد. كاليماري
فرصته كبيره شويه يتعمل محشي، بسميه حمام البحر، يعني يتعمل زي الحمام كده محشي بلطيف وحلو. اغرف طبق السلطه ده هنا، نروق الدنيا الاول. شفتوا ازاي لما بيكون الشيف المغازل معاه وقت بيعرف يدلع السفره؟ العب. اللهم صل على النبي. السلطه اللطيفه الحلوه دي كده، ايه الجمال ده يا شيف، ايه الجمال ده. هتسيبي الخضار، سوري، هتسيبي الكاليماري وتاكلي الخضار. والسلطه دي نصيحه مني طبعا، ما تحطيش التتبيله بتاعتها الا لما نقعد كلنا على السفره. ليه؟ عشان الخضره بتاعتك دي ما ايه؟ ما تتبلش كده، ما تتبلش هبطانه. السفره ناقصها حاجه يا فاروق؟ بالله عليك. ناقصها ايه؟ صوره حلوه. بجد مش ناقصها اي حاجه، هم شويه الرز، عدل السفره موجودين، الشوربه بتاعتنا موجوده، طبق السلطه كمان موجود، ايا كانت السفره بتاعتك لازم يكون متواجد عليها طبق السلطه الخضراء بتاعتنا، عشان السلطه هي عنوان السفره وهي اللي بتجمل السفره وهي اللي بتكمل السفره. وما تنسوش طبعا كمان سلطه الكاليماري الحلوه دي اللطيفه الحلوه، خاصه للي عامل هيلسي واللي عايز يعمل دايت وملوش في الزبده اللي في الرز ولا اللي في السمك. مطبخنا النهارده اكله سمك. ولما بنقول اكل السمك بيبقى لها فكر تاني ولها رؤيه تاني وبتتعمل بابداع، عشان بنعيد الحلقه يوم الجمعه، ده اللي تعودتوه دايما من الشيف المغازي على القناه الاولى. ولكن ان شاء الله باذن الله تعالى انتظروا مننا المفاجآت في الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير، رؤيه، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.